صلى اللهم على محمد وآله الطيبين. الحمد لله الذي حمد في كتابه نفسه وافتتح بالحمد كتابه وجعل الحمد هو الجزاء محل نعمته وآخر دعوى أهل جنته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة في سبحانه وتعالى. صلى الله على محمد الخاتم وخير البرية وعلى آله آل الرحمة وشجرة النعمة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة. والحمد لله الذي كان في علمه السابق وكتابه الناطق وبيانه الصادق أن أحق الأسباب بالصلة والإثرة وأولى الأمور بالرغبة فيه سبب أوجب سببا وأمر أعقب غنى. وقال سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وقال سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وعن النبي صلى الله عليه وآله: من تزوج فقد أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر. وما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله تعالى من التزويج. وما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا لعل الله أن يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله. ولو لم يكن في المناكحة والمصاهرة آية محكمة ولا سنة متبعة ولا أثر مستفيض لكان فيما جعل الله من بر القريب وتقريب البعيد وتأليف القلوب وتشبيك الحقوق وتكثير العدد وتوفير الول لنوائب الدهر والحوادث الأمور ما يرغب في دونه العاقل اللبيب ويسارع إليه الموفق المصيب ويحرص عليه الأديب الأريب. فأولى الناس بالله من اتبع أمره وأنفذ حكمه وأمضى قضاءه ورجى جزاءه. وحسين بن علي: من قد عرفتم حاله وجلاله دعاه رضا نفسه وأتاكم إيثارا لكم واختيارا لخطبة مريم بنت إبراهيم كريمتكم وبذل لها من الصداق ما قد تراضيا عليه فتلقوه بالإجابة وأجيبوه بالرغبة واستخيروا الله في أموركم يعزم لكم على رشدكم إن شاء الله. نسأل الله أن يلحم ما بينكم بالبر والتقوى ويؤلفه بالمحبة والهوى ويختمه بالموافقة والرضا إنه سميع الدعاء لطيف على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وعلى طريق الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. وبوكالتي عن مريم وبوكالتي عن أبيها زوجتك موكلتي مريم على المهر المعلوم وعلى الشرط المعلوم. قبلت التزويج لنفسي. على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وعلى طريق الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبوكالتي عن مريم وبوكالتي عن أبيها زوجت موكلتي مريم منك يا حسين على ما تراضيتما عليه من مهر وشرط. قبلت التزويج لنفسي. على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وعلى طريق الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى براءة من أعدائهم. وبوكالتي عن مريم وبوكالتي عن أبيها زوجتك يا حسين موكلتي مريم بنت إبراهيم ابن علي بن حسين ابن إبراهيم على المهر المعين وعلى الشرط المعين. قبلت التزويج لنفسي. متعتك يا حسين موكلتي مريم بنت إبراهيم ابن علي بن حسين ابن إبراهيم على ما تراضيتما عليه من مهر وشرط. قبلت التزويج لنفسي. اللهم بارك لهما وأطل في عمريهما وألف بين قلبيهما وارزقهما الذرية الصالحة. اللهم صل على محمد.